في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس. مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. مش عارف ليه كل ما باجي شارع المعز أو الأزهر بحس والله يا جماعة إن اللي بنى مصر كان فنان. أو والله كان فنان مش حلواني. لأنك وانت قاعد على أي قهوة ممكن تلاقي جنبك شاب بيعزف على العود أو على كمانجة، أو فرقة شباب هواة بيعزفوا وبيغنوا مع بعض. وعشان كده المنطقة دي ليها طعم خاص. فعلا يا باشا، بس أنا أقولك بقى ليه مصر الأزهر والمعز مختلف عن أي مكان تاني. ليه يا سيدي؟ قول يا جبرتي. زدنا من بحر علمك يا ترعة المفهومية. أنا فعلا أزيدك، بس مش من ترعة المفهومية يا أخويا، لا، أنا هخلي التاريخ نفسه هو اللي يرد عليك. المنطقة دي طول عمرها مهد الفن والفنانين، خصوصا بقى على يد مشايخ الأزهر اللي اتمردوا على الغنى التركي وعملوا مزيكا وغنى مصري أصلي. كان منهم طبعا بقى الشيخ سلام حجازي وسيد درويش وأبو العيلة محمد اللي اكتشف أم كلثوم، والشيخ زكريا احمد اللي عاش طفولته وشبابه هنا في حي الازهر. والله انت بتقول درر يا معلم. الشيخ زكريا كان ملحن عظيم، وهو اللي بدع الاداء المصري في الغنى بعد ما كان كله امانيا لالي، ومحدش ينسى اغانيه الجميله للست ام كلثوم. هو صحيح الهوى غلاب، وانا في انتظارك، واهل الهوى وعن العشاق سالوني. والورد جميل جميل الورد، شوف الزهور وتعلم بين الحبايب، تعرف تتكلم. شوف 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 الزهور وتعلم. يا سلام بقى لما الثلاثي الذهبي كانوا يجتمعوا مع بعض، سومة وبيرم والشيخ زكريا، الإبداع كله يا باشا والله. بس انت اكيد عارف خناقه الفلوس الكبيره اللي حصلت ما بين ام كلثوم والشيخ زكريا. لا والله خير، اول مره اعرف منك انهم اتخانقوا. دول كانوا سمنا على عسل يا راجل. لا بجد، كانت خناقه كبيره على اجر الشيخ زكريا عن لحن عمله لام كلثوم، طلب منها 5000 جنيه بحالهم في الوقت اللي كان اجمد لحن بيتعمل ب 500 جنيه بس. ولما الست رفضت قاطعها ورفع عليها قضية قعدت في المحاكم 6 سنين. بس اللي عرفه بقى ان الشيخ زكريا فضل يلحن لها لغاية ما اعتزل التلحين بسبب وفاة ابنه. ايوة، ما هم لما وقفوا قدام بعض في المحكمة والقاضي قال لهم ان الناس كلها نفسها ان الثنائي العظيم ام كلثوم وزكريا احمد يرجعوا يشتغلوا مع بعض، ام كلثوم بكت وقالت للقاضي انها تتحدى ان اي حد يكون بيقدر الشيخ زكريا وبيحبه قدها، وقالت انها تتمنى من قلبها انه يرجع يلحن لها تاني. وساعتها لم يتمالك زكريا احمد نفسه، قال لها وانا يا سومة هلحن لك اجمل الالحان ان شاء الله. واتفقوا فورا على 3 الحان جديدة، كل لحن ب 700 جنيه. بس اللي عرفوا بقى انه للأسف لحن لها قبل ما يموت هو صحيح الهوى غلاب، ودي كانت الاغنية الوحيدة اللي عملها لها بعد سنين طويلة من الغياب عن التلحين. فعلا، بس زكريا احمد ما خدش شهرته بس من الحان ام كلثوم، ده كان قبلها ملك المسرح الغنائي في عماد الدين، وكان استاذ الاوبريت، واول ملحن لحن للسينما، وعمل لام كلثوم اغنيه الورد جميل في فيلم فاطمه، ومحدش ينسى له اغنيته الشهيره يا صلاه الزين اللي غناها بصوته وكانت في اوبريت عزيزه ويونس. يا صلاه الزين على الأمراء يا صلاة الزين. الله الله، كانت أجمل أيام يا عمرو باشا، أيام رايقة وصافية، لا أمراض ولا كورونا ولا تباعد ولا كمامات على الوش. تخيل أنت بقى لو الشيخ زكريا غنى يا صلاة الزين وهو لابس كمامة، تفتكر كان غنى إزاي؟ ده كانت هتبقى غريبة أوي. أكيد ما كانش هيغني على القهوة يا معلم. ها، عموما احنا حلقتنا النهارده خلصت، وبكره كمل معاكم حكايات المحروسه مع المعلم رمضان المصري على قهوه الجبرتي في ذوق المدرسه. كلمه ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج
تامر حسني.